صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 86 لسنه 2023 بتعيين مدراء في جهاز الخدمه المدنيه وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمه المدنيه جاء فيه يعين في جهاز الخدمه المدنيه كل من السيده خديجه حسن علي الكربابادي مديرا لاداره تنميه الموارد البشريه السيد عبد الله ابراهيم عبد الله رمضان مديرا لاداره تقييم الوظائف السيد محمد عبد القادر محمد زين العابدين مديرا لاداره التوظيف